رح نبدأ أولى فقراتنا الصباحية فرح، ورح نحكي عن عالم الطفولة، رح نحكي فيها عن العصف الذهني، شو هو، شو أهميته للأطفال، شو هي الطرق لتنشيط الدماغ ووضع خرائط ذهنية لسهولة الحفظ. بعض النصائح رح تكون طبعا معنا وتخبرنا عنها رينا أيوب، استشارية طفولة مبكرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك رينا وسلامتك. يسعد صباحك زميلي. صباح الخير رينا عن جديد. صباح الخير. بالبداية خلينا نعرف منك العصف الذهني والخرائط الذهنية، شو الفرق بيناتهم وتعريف كل مفردة عربية؟ يسعد صباحكم. العصف الذهني مع الخرائط الذهنية هو استنتاج أفكار جديدة بتساعد على تنظيم المهارات والبناء المعرفي لتشغيل قسمي الدماغ دون الورقة والقلم اللي نحن معتمدين عليها بس كتكرار مفردات بنحطها على هاي الورقة لحتى نسترجع بأيام المذاكرة أو الامتحانات. بساعدنا كتير العصف الذهني. طبعا هو المؤسس البرنامج العصف الذهني اسمه أليكس سبورتس، والمؤسس الخرائط الذهنية هو توني بوزان. عملوا مثل الخريطة دمجت بين العصف والخرائط لحتى تسهل حفظ المعلومة على الطفل بدون ما يكون فيها هذا العناء من الكم أو من المواد الصعبة شوية اللي هي بدك أكثر تقليد أو أكثر تلقين. حاولوا شوي يشغلوا قسمي الدماغ عن طريق الذاكرة البصرية لحتى يقدروا يستنتجوا أفكار بناء تكون تساعد الأطفال على تنشيط مهاراتهم وتطور لهم من المرونة والطلاقة بالتفكير، ما يكون تفكيرهم محدود او مثلا مثل ما نحن دائما متعودين بالمدارس او بالكتب بالامتحانات انه نحن لازم نحفظ هاي الفقره ونصبها على ورقه المذاكره مثل ما هي. ما عم نسترجي نضيف عليها افكارنا، ممكن تكون هاي الافكار قريبه كثير من المضمون لكنها بصيغه اخرى. لا، بالعصف الذهني وبالخرائط الذهنيه انت بتقدري تكتبي الكلام يلي هو بالنتيجه صحيح بيعطيكي نفس المضمون لكن بطرق مختلفه ببين فيها ابداع الدماغ. رينا، طب هلا يمكن كل الاهالي عم يسالوا وخاصه اللي عندهم اولاد عندهم صعوبات بالتعلم او الحفظ، كيف فينا ندرب اولادنا على الخرائط الذهنيه تنشيط الدماغ حتى يقدروا يستوعبوا يعني الحفظ يكون مع استيعاب؟ كثير حلو سؤالك، لانه نحن بس نعمل استبيان بالمدارس حاليا عم يطلع معنا بين كل 3 اطفال في طفلين عندهم صعوبات تعلم، عم تكون صعوبات التعلم اكاديميه طبعا ما لنا علاقه بالاضطراب اللي بيكون بالجهاز العصبي الماء للخلل. عم بيكون الموضوع ممكن يكون في الخلط يلي عم بصير بين بطيء التعلم والتاخر الدراسي نتيجه ظروف اقتصاديه او نتيجه جينيات معينه بالدماغ، لانه صعوبات التعلم له كثير مراحل بمر فيها لحتى نحن نوثق على هذا الطفل كدراسه حاله وخطه فرديه انه هو عنده صعوبات. الفكره بالخرائط الذهنيه انه هي بتعطيكي هذا الثوره الفكريه اللي هي لها علاقه بالتشكيل نحن بنقول الافرع العصبيه اللي بالدماغ. طبعا دائما انا بقول لهم انه العقل هو الموجود بالدماغ، نحن دائما بنقول الطفل ما بيعرف يفكر او بيعرف يفكر، عندك عقل او ما عندك عقل، عندك طرائق او ما عندك طرائق. انا بقول لهم انه ما في شيء للطفل تزرعوا له اياه انه في عقل بالدماغ هو مسؤول عن استرجاع المعلومه او حفظ المعلومه، هي مانا عضله مثل عضله القلب، يعني العقل بالذات هو مانو عضله، هو مجموعه عمليات عباره عن مسارات وعي 16 نقطه بالقسم الايمن 16 نقطه بالقسم الايسر، بصير في تفاعل بيناتهم واشتباك لحتى يعطوك الافكار. فهو العقل انه الطفل الصغير بتفاجئ فيه انه وين العقل، انه دليني هون ولا هون ولا هون، بنقول انه هو عباره عن الدماغ. والخرائط الذهنيه بتساعدك على انك انت تدمجي هاي ال 16 نقطه اللي هون مع 16 نقطه اللي هون لحتى تعطيكي مهارات فكريه وتعطيكي قفزه نوعيه بالثوره الفكريه اللي انت بيكون فيها مروني اهم شيء وطلاقه، قدران يعبر، قدران يحكي، قدران يكون صريح، لانه اطفال صعوبات التعلم هن عندهم يعني هن عندهم ذكاء معين باماكن معينه وعندهم اضطراب باماكن، فنحن ما فينا نسقط حكم الكسلان او حكم انه هذا الطفل مثلا ما جاب علامات اكاديميه كانت مثلا بمرتبه عالي ونحبط له من نفسيته. لا، نحن بنشوف نقاط القوه اللي عنده مثل ما نحن شايفين نقاط الضعف ونحاول بنقاط القوه نرسم له خريطه. طبعا الخريطه هلا رح نحكي عنها كيف بتنرسم وكيف بيكون لها مبادئ لحتى هو يحبب هذا الشيء، لانه نحن بس نشغل دائما القسم الايمن للاطفال يلي بيكون معتمد على الصور والالعاب والاغاني والترفيه، هن فورا رح يتقبلوا منك المعلومه اكثر ما انك انت تجيب الطفل وتحكميه انه انت عندك بهذا الوقت هذا الكم من الدراسه لازم انت تكون قدران انك توصل للكيف انك انت تسقط هذه الذاكره على ورقه الامتحان. تمام. رينا، لما كنا صغار يمكن ويمكن كان في تشابه شوي ببعض الدروس، كنا نسمع انه حط كلمات مفتاحيه، لانه بعض الاولاد كانوا يقولوا اعطيني اول كلمه وانا بكمل الباقي. فكيف نحن بنقدر نحط خريطه صح ان كان بالذاكره السمعيه او حتى البصريه؟ لوين تطورنا بهذا الشيء؟
عليهم؟ كثير حلو سؤالك انك ربطتي الذاكره السمعيه بالذاكره البصريه. نحن دائما لازم اهم شيء بس بدنا نعمل خرائط ذهنيه للاطفال، نحن نتاكد من حواس الاطفال. طبعا دكتوره ماريا مونتسوري اعطتنا كثير افق واسعه بركن الحسيات لحتى نحن نقدر نستنتج اذا هدول الاطفال ما عندهم مشكله حسيه، نحن ما نسقط عليهم حكم انه هن ما بيعرفوا، بس نتاكد من حواسهم طبعا بطرق معينه، ممكن نستدعي طبيب، ممكن نحن بمهاراتنا او بدراسه خطه معينه نحن نعرف اذا هذا الطفل عنده مشكله سمعيه بصريه. اهم شيء يكون في هذا الربط انه انا لازم يسمع ولازم يشوف ولازم الايد تتحرك. او انا بقول لهم دائما انه اليد هي مفتاح العقل، او الدكتوره ماريا مونتسوري قالت اليد مفتاح العقل، فدائما بس اليد عم بتلون عم ترسم عم تعطي الكلمات المفتاحيه للدماغ، فهي عم تعطي اشارات عم بتساعد على تنميه هاي المهاره، وعم يقدر الطفل من خلالها يعبر عن الاشياء يلي هو حافظها لكن بطريقته. فكره العصف الذهني انه نحن ندمجها مع الخرائط، انه نحن نترك لهذا الطفل القدره على التعبير بدون ما تكون حرفيه او حفظيه او تلقينيه. بالكلمات المفتاحيه اللي بيطلقها الطفل ممكن هو يكون راسم خريطه بذهنه معينه. طبعا نحن دائما الاطفال بيسقطوا كلمه الخرائط على الجغرافيا او على الطاقه او على الكون، نحن بنقول لهم تمام مثل ما نحن بنعرف جغرافيا هاي الاماكن كيف بدنا نمشي لها، لازم نعرف جغرافيا بدماغنا انه كيف هاي المعلومه لازم نسترجعها. فبنسترجعها عن طريق الذاكره البصريه، بس الايد تشتغل بطريق الرسم والالوان والكلمات المفتاحيه والكلمات المعبره. بتشتغل الذاكره المؤقته عندنا، فلحالها بتفوت للذاكره طويله المدى، ببطل في صعوبه لاسترجاع المعلومه. تمام. طيب رينا، يمكن في كثير من المشاكل هلا عند الاهل، وخاصه انه شفنا في منصات تعليميه عن بعد، في دروس عم اونلاين، في يعني في صار مجال مفتوح اكثر لتلقي المعلومه وسهله يعني متاحه للجميع. اليوم خلينا نعرف بعض المشاكل الاهل هلا حاليا عم بيعانوا منها بخصوص صعوبات التعلم، او مثل ما قلنا تنشيط الدماغ والخرائط الذهنيه بما يتعلق بالذاكره والاستيعاب. الاهالي عم بيعانوا انه عم بيصير في هذا الخلط بين انه طفل شاطر وطفل كسلان، بكون هذا الطفل اللي عنده صعوبات او اضطراب سلوكي بس ما له حفيظ. تمام، بيقولوا لك انه هذول الاطفال عندهم مواهب معينه. انا دائما بقول لهم اطفال صعوبات التعلم فطريا بيكون عندهم موهبه. طبعا الموهبه الفطريه غير الهوايه اللي نحن بتدرج موضه معينه بحفظ بدراسه علم معين، او بصير في ثوره فكريه على مجال معين مضاء عليه ملقى الضوء عليه، موسيقى، عزف انجليزي، فرنسي، اي شيء. بتلاقي كل هالاطفال فلان عم يعزف فنحن كل هالولاد بدها تعزف، وفلان عم يدرس لغه فكل هالاطفال بدها تدرس لغه. انا بقول لهم كثير بحترم هاي الغيره، لان هاي الغيره البناءه بين الاطفال بتعطي تشجيع، بتعطي اندفاع، بتعطي قوه ومرونه، وبتعطي ثقه كثير بالذات. لكن ما تقارني اذا هذا الطفل فطريا يعني عنده موهبه العزف بطفل ثاني عنده هي هواي. دائما اللي عندهم هوايات بيبدعوا، لكن مو مثل اللي بتكون بالفطره، اللي بيخترع الاشياء هو بالفطره بتكون عنده الشغف، عنده الرؤية الحسية الواضحة بفطريته. نحن هذا الشيء ما فينا نخترقه أو مثلا نقلده، لكن كتير حلو أنه أنا هذا الطفل فطريا يعني بعرفه عنده صعوبات تعلم، فأنا بدي لازم أكون وثقاني 100%. الأطفال اللي عنده صعوبات تعلم من جهة فطريا يعني بالقسم الأيمن عنده علاقة بالصوت الجميل أو الموسيقى أو حفظ الميكانيك أو الحركة اللي نحن بنقوله بيت الحركة، اللي هو ممكن يخترع شغلة، ممكن يعطيكي فكرة، ممكن يعمل هيكل معين يوصل للروبوتيك مثلا، ممكن اي مهاره عقليه ممكن انه هو يستهويها، لانه بالاصل هو عنده الاضطراب بالقسم الايسر يلي معتمد على التلقين على الحفظ على العلامات، لكن قسمه الايمن شغال بكثير بضاهي القسم الايسر. الخلط اللي عم بصير بالامهات انه بس انه هاي المقارنه، نحن بس بنخبر الامهات انه كل الاطفال مبدعين، ما في طفل مبدع وطفل ما هو مبدع. واكثر النظريات او العلماء اثبتوا انه اذا نحن بنجيب مجموعه اطفال ومنخلق لهم بيئه معينه، بغض النظر هن كانوا طبعا الذكاء دائما موروث من يعني من الاب او من الام او من احد اطراف العائله او شجره العائله اذا بنقول او خريطه العائله. اذا نحن بدنا نجيب اطفال ونهيئ له نهيئ البيئه المناسبه، وانا بقول لهم البيئه الثانيه اللي هي بعد الاسره تكون محيطه باهتمام ورعايه مو فقط حفظ، بيطلعوا تقريبا نتائج الاطفال كلها متشابهه. صحيح في تمييز بين اطفال، تمام، لانه نحن بنامن بالفروقات الفردية بين أخ وأخوه، فكيف إذا كانت بين بيئة وبيئة. لكن أنا دائما
نخبر الأمهات أنه ما عندنا طفل قليل الذكاء، حرام ننعت الأطفال بصفات ما أنا فيهن بتصير بعقلهم اللاواعي، بس بصير دائما الطفل يكررها لحاله فبيقتنع فيها. مثلا أنا ما جبت علامات لأني أنا ما درست، أنا ماني شاطر، أو مثلا ماني فهمان، سوري على هالكلمة كثير بنسمع الأمهات، إنك أنت مانك فهمان، رفيقك جاب أكثر منك، ابن خالك مو متوفر له يلي أنت متوفر لك، فأنت فوتيه بمود أنه هو شو عنده شو ما عنده، فتحتي له كلمة مفتاحية لحتى يشوف النقص اللي عنده، بدل ما أنا أرفع له من معنوياته وثنيه على الأشياء وشجعه على الأشياء اللي عنده، أنا بس عم قارن أنه ابن خالك ما هو متوفر له، فهو بده يشوف الطرف الاخر، انا شو اللي مو متوفر لي لحتى وصلت لهي النتيجه. تمام، كثير حلو انه نحن يمكن نعرف كيف نقدر نستثمر طاقات كل طفل، ويمكن ميوله وطريقته، يمكن في طفل بيكون انفعالي اكثر من الطفل الاخر، طفل عنده هدوء يمكن بيكون اسهل شوي نحن ندربه على هي المهارات. خلينا نحكي خطوات الخرائط عند كيف بنقدر نبلش فيها، وشو مبادئها عند كل طفل، امتى هو العمر المناسب لحتى ندرب الطفل على هي الطريقه؟ العمر المناسب للطفل بس يبدا الطفل بخطوطه الاولى ببلش يرسم الدوائر فطريا، فنحن بنقول من اول، والعالم بستولوزي علمنا مقوله علموا اطفالكم الرسمه قبل الكتابه، فكانت الفكره انه شغلوا القسم الايمن للطفل دائما، حتى لو شخوط على الورقه. تمام، لو كان ما برافو، لانه هي الشخوطه بالنسبة له هي كلمات مفتاحية أو أفكار أو إبداع بتعني له، فهو بس يتذكر الخطوات يلي، أو بس يشوف الصورة، إذا انضبط هاي الصورة بعد فترة وشافها فهو بده يتذكر الحالة المزاجية اللي كان فيها. ودائما أنا بقول إن أطفالنا صفحة بيضاء، لحد عمر 3 سنين الأطفال ما عندهم تشويش بالرؤية، ما عندهم تشويش بالذاكرة البصرية، فهني كل وهني إحساسهم كتير معبر، فهني بيعبروا عن طريق يعني الشخبيط مثل ما نحن بنحكيها علميا. وأنا بقول لهم للأهالي جربوا مع أطفالكم، مجرد ما الطفل بلش يمسك القلم انه هو فطريا بده يبلش يرسم هاي الدوائر فتركيه، هي بلش على الورقه بتنتقل على الحيط. تمام، انا بقول لهم انه اذا فيكم شوي باول مرحله طبعا للطفوله، انه دائما ما لازم نحد من نشاط هذا الطفل التعبيري، لانه نحن بنقتل له حواسه، بنقتل له تعبيره، وبنطلب من الطفل بعد عمر معين يكون قوي الشخصيه وبناء وشخصيه متزنه. طب ما انت من هو صغير دائما كبتيه، وانا بقول لهم دائما استحقاق الطفل بالحياه هو مطلوب، فنحن اللي بنلغي له هذا الاستحقاق، هو برايه بيوعى من حقه يشخبط على الحيطان، على التخت، على الورقه، على ما بعرف وين ممكن يعني له، على الكنزي، ما بتعرفي على البلاط، ما بتعرفي هو وين يعني جاي هاليوم تعبيره. انا طبعا اكيد رح علمه الانضباط، ورح علمه الهدوء، ورح علمه انه في اماكن لازم نمارس فيها هاي الاشياء، واماكن لا لازم نحترمها لجماليتها، لكن مو بالحد، مو بال يعني انا دائما هذا الصوت الصريخ يلي لا تكتب، لا ترسم، انت عم بتخففي له من استحقاق ذاته. هذا الشيء مو بس عم بيأثر على الورقه والقلم، هذا الشيء عم بيأثر بس يصير الطفل يعني شاب بسن المراهقه، عم بيكون وحده من الاثنين، يا انطوائي وخجول، يا كثير هو بده يفرغ هاي الطاقه، فبتحسيه عم يتحركش، بده يعمل مشاكل، سن مراهقه، ما عم يستوعب الكون شو عم يفرض عليه حريه. فانا بقول لهم دائما بالخرائط الذهنيه، انا اول شيء افسح لهم الفسحه البيضاء او الورقه البيضاء الكبيره، لانها هي خارطه عقليه، فهو بده يرسم او يعبر او يحط اشياء فيها، انا ما علمه اياها، انا فيني بس اعطيه اسس انه نحن نرسم دائره، ودائما نحن بنركز على الدوائر، لانه الدوائر من الطفل من الفطره بيرسمها. بعمر 3 سنين الطفل قدران يرسم دوائر، بعمر الأربع سنين قدران يرسم الأشياء اللي إلها زوايا، بعمر الخمس سنين بصير أكثر حدي إنه يرسم مثلثات وما فوق. فأنا بعمر 3 سنين فيني بلش بخرائط ذهنية مع الأطفال، بتبع إنه في دائرة بالوسط الصفحة البيضاء، ودائما بقول لهم دائما اعتمدوا بالاسترجاع المعلومي على الورق الأبيض السادة اللي ما نو مخطط، لأنه الورق المخطط نحن دائما فطريا متلقنين إنه نحن بنكتب من وراء الأنسي أو من وراء السبورة أو من حل واجباتنا المنزلية اللي هو السطور والهوامش، لكن استرجاع المعلومة بدها فراغ، بدك مثل ما أنت تعطي لدماغك وقت أبيض. تمام، مثل ما أنت تعطي لدماغك فسحة سماوية كبيرة بالتقاط المعلومات، حتى أنت ما تحدي أفكارك بين السطور، تركي عبر، ممكن يكتب من اليمين لليسار، ممكن يكتب بالعرض، ممكن هو المعلومة يرسمها وهو عم يسمعها، ممكن يعطيها ألوان، ممكن يعطيها كلمات مفتاحية، ممكن يعطيها رموز، فأنت تركي للطفل حرية بهاي الورقة اللي نحن عم نعمل عليها خريطة ذهنية، بعلمه أنه في شيء اسمه المصدر الأساسي، مثلا أنا بدي أحكي له نفترض عن شيء اسمه علوم، فبحط عنوان الدرس بالنص اللي هو الدماغ، فأنا هون عملت باللاواعي سيطرة على المخ كله كامل بكل عملياته العصبية والعقلية، أنه أنا بدي أحكي عن نمط معين بالعلوم وبلش بفرع منه أفرع رئيسية، وهي الأفرع الرئيسية بتتفرع منها أفرع ثانوية
الإنسانية لحتى التقط عاد أنا الكلمات المعبرية المعبرة والكلمات المفتاحية لحتى هو يكون استرجاع له بالامتحانات. رينا، يعني نصائح سريعة لكل الأهالي والأمهات بالتحديد اللي هلأ عم بيتابعونا حتى يقدروا يحلوا هي المشكلة بصعوبات التعلم. كثير إجاني اتصالات الأسبوع الماضي، فأنا كلهم أنصحهم أنه فوتوا على جوجل، ممكن اللفظ التعبير لساته جديدة علينا كخرائط ذهنية أو عصف ذهني، لكن أنا برأيي التكنولوجيا أو النت ما خلى أي شيء صعب للأم، كثير بيساعد أطفالنا بحفظ المعلومات. صدقا أنا جربتها مع أطفال بكالوريا وجربتها مع أطفال صغار، عن جد عطتهم كلمات ريحتهم، أنه مثل ما قلتي حضرتك قبل شوي أنه بس بقلك ذكرني بأول كلمة، فأنت دائما بس تعلمي الطفل يربط هاي الأول كلمة برمز تعبيري بحبه، ريحة بستنشقها بحبها، يتذكر لون معين، يتذكر رمز معين بيعني له. وأنا دائما بقول لهم التسميع ما يكون من الأهالي أو من المحيط اللي حواليه اللي عم بيعلمه كلمات، ممكن يكون رموز لكن هو بالنسبة له عارفة. فأنا بطلب من الطفل بس أنه عن طريق الذاكرة السمعية والبصرية يردد المفردات اللي هي مطلوبة منهم ضمن خرائط، وهي الخرائط يحتفظوا فيها بكل درس. أنا علمتهم أنه عملوا خريطة لكل درس بالطريقة اللي أنتم بتعني لكم. طبعا ما بيصير نعمل الخريطة ونحن عم ندرس، نحن لازم نعمل الخريطة استنتاجية، أنا شو تذكرت بحطه، شو كانت بالدرس في عناوين أساسية بحطهم بألوان معينة، ودائما بركز عليهم دائما عكس ما نحن بنعرف لتثبيت المثير الخارجي اللي نحن بدنا إياه كمعلومة نكتبه بالأحمر مو بالأزرق. نحن متعلمين دائما أن الأحمر هو اللي بيحدد لك الصح أو الغلط، أنا بقول لهم لا، لتثبيت المعلومة دائما المثير هو الأحمر، بيحدد لك أكثر أو بيثير لك انتباهك أكثر، فبتفوت بالذاكرة طويلة المدى مع النسخ. كتير حلو، إن شاء الله نقدر نعمم هي الطريقة اليوم بكل المدارس وتكون طريقة عن جد بعيدة كل البعد عن التلقين والأسلوب. يمكن زينب يلي تعودنا عم نمسك الطبشورة بنكتب كل شيء بدنا إياه على اللوح، لازم يكون تسميع بشكل حرفي وشيء قاتل بالنسبة للأطفال. بدنا نشكرك كتير رينا، شكرا لإلك وشكرا لكل شخص طبعا عم يسعى قدر الإمكان إنه يطور مهارات الطفل مثل ما قلنا بعيد عن التلقين والأسلوب التقليدي. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك يا رينا، شكرا لك، تسلمين.